السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله مع الحلقة الثالثة من شرح منهج ديسكوفر برايمري 2 الترم الاول، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا يا اصحابي المرة اللي فاتت مع الستوري الجميلة بتاعت صديقتنا نور الطفلة الصغيرة، واليوم بتاعها بيكون عامل ازاي هي بتبقى very busy every day، او هي مشغولة جدا كل يوم، واختها سارة بتعمل معاها ايه. النهاردة هنبدأ مع page number 8 او صفحة رقم 8 وعنوانها problems and solutions. problems يعني المشاكل، and و solutions الحلول. مرة كمان problems مشاكل and solutions الحلول. وهنا أصحابي بيكلمنا عن المشاكل اللي بتواجهها صديقتنا نور كل يوم الصبح، وإزاي كمان بتحل المشاكل دي وبتواجهها بحلول مختلفة. فأنا بيقول لنا complete the graphic organizer. complete يعني أكمل، the graphic الرسم البياني، organizer منظم، أكمل منظم الرسم البياني. record سجل three problems ثلاث مشاكل. that Noor faces بتواجهها نور. then ثم بعد ذلك. write about اكتب عن، or draw أو ارسم. A picture صورة of her solution للحل بتاعها. يبقى هنعمل ايه يا اصحابي؟ هنعمل complete، ان احنا هنكمل التابل اللي قدامنا ده اللي احنا مسميينه graphic organizer او منظم الرسم البياني. الجرافيك organizer ده عايزين نعمل فيه record او تسجيل ل 3 problems او 3 مشاكل نور faces نور بتواجهها every day كل يوم. وبعدين هنعمل write هنكتب يعني، or draw أو هنرسم a picture صورة of her solution للحلول أو للحل بتاعها الخاص بكل مشكلة. فأول problem مثلا كانت بتقابلها نور her sister takes a long time to get ready، يعني أختها بتاخد وقت طويل علشان خاطر تستعد تروح للمدرسة. مرة كمان her sister takes a long time to get ready، فده بيأخرها، فدي أول problem. تاني problem يا أصحابي كانت بتواجهها هي she's still hungry، هي بتفضل جعانة after the quick breakfast، بعد الفطار السريع اللي هما بيأكلوه هما مستعجلين. وتالت problem كانت بتواجهها مثلا إن the road can be very busy. طبعا دي تلات مشاكل كانت بتواجههم نور في اليوم بتاعها. فهنكتب ال 3 problems هنا زي ما قلنا من شوية: her sister takes a long time to get ready, she's still hungry after the quick breakfast. تالت حاجة the road can be very busy. فدول ال 3 problems زي ما احنا شايفين قدامنا. وطبعا الحل بتاع ال 3 problems دول، اول حاجة المشكلة بتاعت التأخير اللي كانت بتأخره لها اختها في الصباح علشان خاطر she takes a long time to get ready، ان هي بتاخد وقت طويل ان هي تستعد تروح المدرسة. كان مامتهم قالت لهم يعملوا ايه؟ set a timer يعني تظبط منبه، تظبط ميقاتي، and this way Sarah will get ready faster، وبالطريقة دي سارة أختها سارة will get ready faster، هتبقى مستعدة بشكل أسرع. faster يعني أسرع. فممكن احنا نكتب هنا set a timer and this way Sarah will get ready faster، أو ممكن نرسم هنا صورة التايمر على طول زي ما انتوا حابين. تاني problem او تاني مشكلة ان هي she's still hungry after the quick breakfast،
ان هي بتفضل جعانة بعد الفطار السريع. طبعا جدتها كانت بتعمل لها فروت سلات، وده كان بيحل المشكلة دي. فاحنا هنا ممكن نرسم فروت سلات او سلطة فواكه شكلها جميل، او ممكن نكتب هنا have a fruit salad، have a fruit salad، ان هي تاخد معاها سلطة فواكه. تالت problem كانت the road can be very busy، the road can be very busy، الطريق ممكن يكون زحمة جدا. طبعا المشكلة دي ان الطريق لما بيبقى زحمة بيبقى غير آمن، it's not safe، not safe يعني غير آمن، ممكن يحصل لها اي حاجة وحشة. فطبعا المشكلة دي كان حلها ask Sarah to hold her hand this way she stay safe، ask Sarah تسأل تطلب من اختها سارة to hold her hand ان هي تمسك ايدها this way she stay safe، بالطريقة دي هتفضل هي في امان. فممكن نكتب الجملة دي زي ما احنا شايفين قدامنا، وممكن نرسم صورة ايدها وهي ماسكة ايد اختها سارة. وبكده احنا عملنا ايه؟ وبكده احنا عملنا complete للجرافيك اورجنايزر، وعملنا ريكورد لل 3 problems، وعملنا كمان draw او عملنا write للسولوشنز او للحلول، الحلول اللي كانت نور بتتخذها مع البروبلمز دي او مع المشاكل دي. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 9 او صفحة رقم 9، وعنوانها My problem and solution. My problem مشكلتي and solution والحل كمان بتاعها. فهنا بيقول لنا first أولا draw your ideas. Draw your ideas in the problem. In the problem في المشكلة. Solution. Solution والحل. Organizer. Organizer المنظم. التيبل اللي موجود في الخانتين دول. Problem المشكلة. والسولوشن الحل، ده اسمه organizer او منظم. فهنا بيقولك ارسم مشكلة ويرسم حل، then ثم بعد ذلك write اكتب to share، to share لتشارك your problem المشكلة بتاعتك and how، and how وكيف، and how you solved it، and how you solved it يعني كيف قمت بحلها، solved يعني قام بحل المشكلة طبعا. فهنا طبعا مدينا زي ما قلنا الأورجانيزر ده أو التيبل ده، هنرسم هنا problem بتواجهنا، وهنرسم هنا solution بتاعها، وبعدين هنعمل write down أو هنكتب problem بتاعتنا هي عبارة عن ايه في السطور اللي موجودة تحت، وهنكتب كمان solution بتاعنا كان عامل ازاي. فعلى سبيل المثال problem اللي ممكن تواجهنا ان احنا مثلا ممكن نلاقي the road is very busy. The road is very busy، الطريق زحمة جدا زي ما احنا شايفين قدامنا. فدي problem كبيرة، لان ممكن الطريق وهو زحمة جدا او very busy بيكون unsafe زي ما قلنا من شوية او غير امن. وطبعا solution او الحل بتاعها ان لو بابا او ماما معايا بيوصلني المدرسة بأسك هم او هير ان هو you hold my hand to be safe. فارسم هنا صورتي وصورة بابا او ماما وهم بيوصلوني وانا ماسك ايدهم، وعلشان خاطر ابقى في امان اكتر. طب هكتب ايه في السطور اللي تحت؟ اول حاجة my problem، زي ما قلنا my problem the road is very busy. The road is very busy، الطريق زحمة جدا. طب السولوشن عبارة عن ايه؟ my solution، my solution الحل بتاعي ask my dad، ask my dad اسأل اطلب من بابا to hold my hand to be safe، to hold my hand to be safe ان هو يمسك ايدي علشان افضل في امان. طب لو ماما بتوصلني هقول ask my mom to hold my hand to be safe. المهم ان انا الشخص اللي بيوصلني سواء كان ماما او بابا هطلب منه ان هو يمسك ايدي علشان افضل في امان. كده انا عملت شير او شاركت البروبلم بتاعتي او المشكلة بتاعتي، وكمان شاركت او كمان عملت شير او شاركت السولوشن او الحل بتاعها. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 10 او صفحة رقم 10، وعنوانها
working with my classmate. Working العمل with مع my classmates زملائي في الفصل. وهنا طبعا بيكلمنا عن العمل مع our classmates أو زملائنا في الفصل أو في الكلاسروم. وبيقول لنا هنا write about, write أكتب about عن a time وقت you worked with a classmate أنت عملت فيه you worked عملت فيه with a classmate مع زميل من زملاء الفصل. فأنت المفروض هتكتب عن وقت أنت عملت فيه مع واحد من زمايلك في الكلاسروم. تاني حاجة بيقول لك who did you work with, who يعني من, وده طبعا للسؤال عن الأشخاص. وفي طبعا عندنا الدرس الخاص بأدوات الاستفهام تقدروا تتفرجوا عليه موجود على قوائم التشغيل, هيوضح لكم كل أداة استفهام من أدوات الاستفهام إزاي بتعملوا بيها سؤال بشكل سليم. فهنا هو معناها من وده للسؤال عن الأشخاص. Who did you work with, who did you work with يعني من الذي عملت معه. هتقول اسم الكلاسميت أو زميلك في الفصل اللي انت عملت معاه. وبعدين بيقول لك what ما أو ماذا did you do together, did you do together يعني انتوا ما عملتوا معا. What did you do together ما الذي قمتم بعمله معا. Together طبعا معا يعني انتوا الاثنين مع بعض. فهنا سايب لنا space وكاتب هنا I worked with, I worked with أنا عملت معه. ونكتب هنا اسم الكلاسميت أو زميلنا في الفصل اللي احنا عملنا معاه. فمثلا ممكن نقول علي, I worked with علي. في الجزء الثاني من البيج كاتب لنا together, together معا we احنا عملنا ايه بقى together. ممكن مثلا نقول shared our materials, shared our materials, shared يعني شاركنا, our materials الأدوات بتاعتنا. يبقى أنا وصديقي أو الكلاسميت بتاعي عملنا إيه؟ شاركنا الأدوات بتاعتنا وإحنا كده عملنا working together أو اشتغلنا مع بعض. فيبقى أول حاجة I worked with وتكتب هنا اسم الكلاسميت بتاعك صديقك في الفصل اللي انت عملت معاه. وتاني حاجة together we, together مع بعض we نحن مثلا shared our materials, shared our materials اتشاركنا الأدوات بتاعتنا. ممكن انت تكتب حاجة تانية لأن هنا مفيش إجابة نموذجية, المهم ان انت تبقى فاهم السؤال بيقول ايه وازاي تجاوب عليه بشكل صحيح. وبكده نكون أنهينا درس النهاردة. أتمنى أن أنت تكون استفدت من الدرس. لو أعجبك الفيديو أعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما أن في حد غيرك محتاج المعلومة, وهتفرق معاه كتير وأنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان, وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.